الله سبحانه وتعالى خلقنا من العدم وغزانا بالنعم، والله يا إخوة نعم الله علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكم من جاهل وأنت متعلم، وكم من أعزب وأنت متزوج، وكم من مسجون وأنت حر، وكم من مريض وأنت صحيح، وكم من مشرد وأنت لك أسرة، عندك في بيتك زوجة صالحة وأولاد أبرار وسمعة طيبة وصحة جيدة، أليست هذه نعم؟ لو أن الواحد منا خير بين كنوز الدنيا كلها وبين أن يفقد بصره لاختار بصره. جاء رجل فقير إلى يونس بن عبيد فقال: يا يونس، قل مالي وكثر عيالي، كأنه يشكو من الله، كأنه يعترض على الله. فقال يونس للفقير: يا هذا، لو جاء لك شخص وأراد أن يشتري عينا من عينيك بمئة ألف دينار فماذا تصنع؟ فقال الفقير: ولا بمئات الألوف. قال: لو جاء لك شخص وأراد أن يشتري رجلا من رجليك بمئة ألف دينار، قال: ولا بمئات الألوف. فقال يونس للفقير: أعطاك الله من الألوف المئات، ومع ذلك تشكو من بسط الأرض ورفع السماوات. المؤمن ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة. يا ابن آدم، عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك، لا بكثير تشبع ولا بقليل تقنع. اذهبوا إلى السجون لتعرفوا نعمة الحرية، والسجون مقابر الأحياء. واذهبوا إلى المستشفيات لتعرفوا نعمة الصحة والعافية، والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وسرير في بيتك أفضل من سرير في المستشفى، وضيق في الرزق أفضل من ضيق في التنفس. يقول أحد المصابين بمرض السرطان: أيها المتمتعون بالصحة، اشكروا خالقكم على نعمة العافية، وكفاكم حزنا على أتفه الأشياء. واعلم يا حبيبي أن المال هو أدنى درجات الرزق، وأن الصحة والعافية هي أعلى درجات الرزق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأكبر دليل على أن الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أن الإنسان إذا أصيب بصداع شديد في رأسه لمدة 5 دقائق، الإنسان في هذه اللحظة عنده استعداد أن يتنازل عن جميع أملاكه حتى يرجع إلى أموره الطبيعية مرة أخرى. فيا أخي الفاضل، ما دمت تنام بلا مهدئات، وتستيقظ من نومك بلا وجع، وتقضي حاجتك في الخلاء في الحمام دون أن يكشف عورتك أحد، وأنت بفضل الله تمشي على قدميك، فأنت ملك من ملوك الدنيا. هل تعرف من هو الملك؟ الملك هو الذي يمتلك بيتا يأويه، وزوجة ترضيه، ورزقا يكفيه. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.